الرئيسي. أنا ننوه لجميع الإخوة الفائزين في الأسبوع قبل الماضي والفائزين في سباق الأصائل المدعوم من شركة الكوكب الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى أن يأتوا لاستلام جوائزهم من شركة الكوكب للمستلزمات الخيل. في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة اللي في أول المراكز، هذا شاهين للسيد عبد الرحمن علي المطري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا البرق للسيد محمود عبد الله الشاعر في في ثاني المراكز، السلم مباشرة إلى أول المراكز في هذه اللحظات، أما اللي في ثاني المراكز هذا شاهين للسيد حميد أحمد الرشيدي في ثاني المراكز، وتسلل كذلك هذا شاهين للسيد الصادق عبد الله أبو يوسف في هذه اللحظات كما تشاهدونه في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذا مغادر لسيد مجاهد سويلم البطحاني في هذه اللحظات، يحاول أن يتسلل لانتزاع المركز الأول في هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي كما انتزعته الضجة، ولكن هذا هو شاهين للسيد صادق عبد الله أبو يوسف في هذه اللحظات الحول الكريم في أول المراكز، هذا هو شاهين، هذا هو شاهين للسيد الصادق عبد الله أبو يوسف، أما اللي في ثاني المراكز هذا هو مغادر للسيد مجاهد سويلم البطحاني في هذه اللحظات، يتسلل من الجانب الأيمن، ثالث المراكز أيها الحبل الكريم هذا هو البرق للسيد محمود عبد الله الشاعر في هذه اللحظات في ثالث المراكز أيها الحبل الكريم، هذا هو شاهين في أول المراكز، ونرحب بالسيد عوض الله عيسى الكباشي لحضوره من الإجازة، نقول يا مرحبا بأبو عيسى في أبو علي في هذا الحضور المميز، هذا هو اللي في أول المراكز شاهين للسيد صادق عبد الله أبو يوسف في هذه اللحظات أيها الحبل الكريم في أول المراكز، مجاهد سويلم يحاول مع مغادر ولكن شاهين وطار شاهين 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 مغادر مغادر شاهين شاهين مغادر، هذا هو شاهين أيها الحفل الكريم انتزع المركز الأول، نقول تهانينا والناموس للسيد صادق عبد الله أبو يوسف في ثاني المراكز، وصل مغادر للسيد مجاهد السويلم البطحاني، وفي ثالث المراكز وصل الواصل للسيد عبيد الحبر، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 3 ثواني 73 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.